Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. هنا فهد العتيبي من كابينة التعليق. اليوم موعدنا مع مباراة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، قمة بأتم على الكلمة بين مان يونايتد وأرسنال، اثنين من أكبر أندية إنجلترا على الإطلاق والأكثر تنافس على اللقب بالذات في فترة التسعينات. نحن وإياكم على موعد كروي لا يمكن تفويته. هنا مانشستر، هنا مسرح الأحلام، هنا أولد ترافورد، هنا اللون الأحمر، هنا التاريخ، هنا الأجواء، هنا الإثارة. أهلا بكم في معقل مان يونايتد، ملعب أولد ترافورد الكبير. And this is now today's lineup. Number one, David De Gea. Number two, Lindelof. Number five, Maguire. Number 29, Aaron Wan-Bissaka. هي البداية إذن. أليكس تيليز، تمريرة جميلة. سيدريك سواريز، كازيت، بينية جميلة. لمسة رائعة من ساكا. يا لها من كرة، كان هذا ليصبح هدفا جميلا. هذه فرصة خطيرة جدا وضاعت بعد مجهود كبير. للأسف أنه فشل في استغلال هذه الكرة. ساكا يلعبها قصيرة، يرسلها، كرة راسية، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال فرص بشكل أفضل. لمسة على اليسار، يلعبها في المساحة، كريستيانو رونالدو. ملعوبة بشكل جميل، كريستيانو رونالدو. تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى. ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. سميثرو، مهارة غير عادية تظهر هنا. كرة من جهة اليمين، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، بعيدة تماما عن المرمى. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى. أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. ساكا، يا
يتحرك لوحده يهاجم. الكرة ملعوبة من مسافة. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. راشفورد، الله، رائع جدا هذا التصدي، كم كانت كرة صعبة. كريستيانو رونالدو، الله على هذا التألق لحارس، رائع، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. سانشيو، يستقبل كريستيانو رونالدو، قوية من كريستيانو. There will be 1 minute added time. نهاية 45 دقيقة أولى. And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Everyone, please welcome the two sides. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين. بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. عليه لا يلوم إلا نفسه على ضياع هذه الفرصة، كانت هجمة واعدة لكنه تأخر كثيرا في اتخاذ القرار. فات الميعاد في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. شاكا، يا ترى هل نرى أهداف في هذه المباراة أم تستمر سلبية؟ تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كرة طولية إلى الأمام، مرت الكرة بشكل جميل. كريستيانو رونالدو، يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه، كانت فرصة سانحة للتسجيل. كرة إلى الأمام، يبحث عن المهاجم. الآن إمكانية المرتدة. كريستيانو رونالدو يجرب التسديد مرة أخرى. يلعبها لمنطقة الخطر. سرعة في استعادة الكرة، والآن فرصة للتحول الهجوم. ضربة رأسية، حطها في الشباك. وتدب الحياة في المباراة أخيراً هنا في الشوط الثاني. لا يمكن تحمل ارتكاب الأخطاء في هذا المكان من الملعب. هنا تعرض الدفاع الخطر، تكشف المدافعين، تجعلهم صراحة في موقف صعب. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. الدفع بلاعبين في وقت واحد. مانشستر يونايتد يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم مستحق. توماس بارتي، سميث رو يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة رأسية.
وضاعت فرصة محققة لإدراك التعادل. الحارس كان حاسما هنا، اتخذ القرار الصحيح وتقدم ليمنع الخطورة، بالتأكيد أنه نجح في ذلك. يبحث عن زميله، مساحة خالية على الجانب، جابرييل ماغالايس، وتشتيت ناجح للكرة. أول ركنية اليوم مقابل ركنية وحيدة للخصم. يبعد الكرة إلى بر الأمان. مانشستر يونايتد تأتيه الإمكانية الآن لتعزيز تقدم وقت المباراة في الدقائق الأخيرة المتبقية. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية جدار برلين. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة.